السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في الجزء الخاص بالمراجعة واللي وعدناكم إن إحنا هنكمل فيه إن شاء الله، وهنحل فيه الامتحانات الموجودة في الملحق بتاع كتاب جيم وكمان الملحق بتاع كتاب المعاصر إن شاء الله. دي هتبقى في حلقات لوحدها ودي برضو هتبقى في حلقات لوحدها، وإن شاء الله هنبين في عنوان كل حلقة رقم الامتحان واسم المحافظة اللي هنحلها إن شاء الله. تعالوا كده، ده ان شاء الله الامتحان الاول في ملحق جيم في صفحة 53 ودي محافظة القاهرة ادارة الزيتون. طيب طبعا احنا هنستمع، عارفين ان اول سؤال هو عبارة عن listening. listening يا حبايبي يعني استماع، يعني المدرس بيدخل ويقول لك قطعة listening وبعدين انت بناء على القطعة دي هتبدأ تحل الاسئلة اللي موجودة قدامك الاختياري ده. طبعا هنا لازم اسمع المدرس بيقول ايه كويس عشان اقدر احل، ونصيحة مني لازم تقرأ الاسئلة كلها كويس والاختياري قبل ما المدرس يبدأ يقرأ الاسم. تعالى كده نشوف القطعة بتاعت الاسمينج بتقول ايه. طبعا عندنا صن بيكلم مام، فصن بيقول لها I want to have pasta for lunch mom. قالت له okay it will be ready in an hour. فقال لها but I'm really hungry I can wait. مش قادر استنى. فماما قالت له you can have a snack. هقراها مرة تانية. I want to have pasta for lunch mom. Okay it will be ready in an hour. But I'm really hungry I can wait. You can have a snack. قالت له ممكن تاخد وجبة خفيفة. السؤال الأولاني بيقول لي what meal does son want to eat. طبعا ايه الوجبة اللي هو عايز ياكلها، شكل ما سمعنا هي وجبة لانش الغداء. واللي what does he want to eat يعني ماذا يريد ان ياكل، طبعا عرفنا ان هو عايز ياكل باستا. تعالى بيقول لي when will it be ready. طبعا هي قالت له in an hour يعني في خلال ساعة، يعني قبل ما الساعة تعدي هكون جاهزة، فبالتالي هقول before an hour. طب تعال نشوف نمبر 4 بيقول what does mother advise him to have. طب هي قالت له تاكل ايه عبال ما يجهز الاكل، قالت له a snack، وسناك يعني وجبه خفيفه. طبعا تاني سؤال معانا هو سؤال الديالوج. تعالى كده بيقول لي سيلز مان بيكلم ايهاب، فالسيلز مان بيقول له ويلكم تو اور شوب. فقال له ايه واكيد هيشكره، هيقول له ثانك يو. ثانك يو يعني اشكرك. فقال له what a you like to buy. فقال له I would like to buy a new dress. طبعا ببقى عايز هنا بعد أداة الاستفهام فعل مساعد، هنزل أجيبه من تحت على إيه؟ apostrophe دي. الأبوستروفي دي لما يكون جا وراها مصدر بتبقى would، فإذا هقول له what would you like to buy. فقال له I'd like to buy a new dress يعني أنا عايز أشتري فستان جديد. فالسيلز مان قال which A do you want. فهاب قال green please. طبعا ده يا حبايبي لون، يبقى إذا قال which color. which color يعني ما اللون. تاني which color اي لون انت محتاجه. فقال له green please. فالسيلز مان بيقول له anything ايه. طبعا عارفين يا حبايبي اللي بيجي بعد الضمائر الغير معرفه اسمها كلمه else. فبقول له anything else يعني اي شيء اخر. فقال له no how a is it. قال له that's 200 pounds حبايبي، بس على سعر بجيب طبعا ب how much. فاذا هقول له how much is it يعني كم سعره. قال له that's 200 pounds. قال له thank you here you are اتفضل. تعال نشوف القطعة. بيقول لي مستر مصطفى is a teacher of English. طبعا الأستاذ مصطفى ده مدرس إنجليزي is from Kuna من قنا. He lives in Dishna. هو عايش في دشنة. He has got three brothers يعني عنده 3 إخوات صبيان and one sister وأخت واحدة بنت. He is not married يعني هو مش متزوج. He wants to marry طبعا عايز يتزوج a pretty girl. pretty حبايبي يعني جميل. خلاص فبولي عايز يتجوز بنت جميلة. He likes football يعني بيحب كرة القدم much كثيرا. His favorite team is الأهلي يعني فريقه المفضل هو الأهلي. His favorite singer is محمد منير طبعا المغني المفضل بتاعه هو محمد منير. All students like him as he is so kind يعني كل الطلبة يحبوه لأنه طيب and funny وكمان مرح. He likes telling jokes. كلمة jokes حبايبي بمعنى نكت. تاني كلمة jokes بمعنى نكت يعني هو بيحب يقول نكت. He always advises students to study يعني بينصح دايما الطلاب بتوعه ان هم يذاكروا. Hard بجد. He has got a beard عنده لحية and brown eyes وعينين لونها بني. His favorite writer is Charles Dickens يعني الكاتب المفضل بتاعه هو Charles Dickens. All neighbors like him as he is friendly and helpful يعني كل الجيران بيحبوه
لأنه طبعا ودود ومتعاون، ودود ومتعاون. السؤال الأولاني بيقول لي What does Mr. Mustafa look like؟ طبعا يا حبايبي look like معناها يشبه، يبقى إذن هنا هو بيسأل عن شكل مستر مصطفى، يعني المفروض إن أنا أحدد الوصف. طبعا الوصف هنا جايبهولي في السطر قبل الأخير، بيقول لي He has got a beard and brown eyes، يعني عنده لحية وكمان عينيه لونها بني. يبقى دي الإجابة رقم واحد. Number two بيقولي Where does Mr. Mustafa live؟ أين يعيش الأستاذ مصطفى؟ طبعا شكل ما شفناه He lives in Dishna. He lives in Dishna يعني هو عايش فينا حبايبي في Dishna. Number three بيقولي Why do students like Mr. Mustafa؟ يعني ليه الطلبة بيحبوا الأستاذ مصطفى؟ طبعا هنا قال لي As he is so kind، لأنه طيب and funny، وكمان مرح. تاني لأنه طيب وكمان مرح. طب تعال نشوف كده، بيقولي مصر مصطفى has no A. تاني مصر مصطفى has no A. طبعا يا حبايبي السؤال ده لازم أفكر فيه شوية. طبعا هو ما عندوش ايه من دول؟ طبعا احنا قلنا ان هو مش متزوج، معنى ان هو مش متزوج يعني he has no wife. كلمة wife يا حبايبي يعني زوجة. تاني كلمة wife يعني زوجة. طيب number five بيقولي the underlined word pretty means، احنا قلنا pretty معناها جميلة، ومينز دي عايز المعنى بتاعها يبقى beautiful. beautiful يعني جميلة. تعال نشوف number six بيقولي Mr. Mustafa's favorite A is Charles Dickens. طبعا قلنا Charles Dickens الكاتب، فبالتالي هقول writer. تعال نشوف الاختيار بتاعنا، بيقول لي as a place with lots of trees and dangerous animals، في اشجار كتير وكمان حيوانات خطيره، قلنا دي اسمها جنجل. جنجل يعني ادغال. طب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي ايه voluntary work at a hospital. طبعا قلنا كلمه work بتاخد الفعل do، فاذا هقول does voluntary work. اللي بعدها بيقول لي he usually home on Thursday evenings. طبعا بيقول لي ايه البيت يوم الخميس في المساء. طبعا ده في كلمة usually، وان usually دي من علامات present simple المضارع البسيط لانها بتدل على عادة. طيب المضارع البسيط عندي come وعندي comes، طب يا ترى هاخد come ولا comes؟ يبقى لازم ارجع للفاعل بتاعي هو he، تاخد ايه he؟ هقول له comes، لان he وشي وات بيجي معاهم verb plus s or es. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي we arrived Luxor 2 days ago. قلت حبايبي كلمة arrive بيجي معاها حرف جر in or at. طب هنا جايب لي ايه؟ قال لي جايب لي بلد، فبالتالي لازم اقول ان. اما at بتيجي مع small places يعني الاماكن الصغيرة. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي how is Cairo Tower؟ قال لي it's 187 meters. طبعا 187 متر دول يا حبايبي ده الطول بتاعه الارتفاع، فاذا هقول how tall. تاني هاو طول ايه يا مستر؟ ده ما اقولش هاو لونج، مش دي اشياء. ما احنا قلنا يا حبايبي ما فيش حاجه اسمها طويل اشياء وطويل اشخاص، لكن في طول افقي وفي طول راسي. الطول الافقي بيبقى لونج، الطول الراسي بيبقى طول. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي a sensible person، وقلنا كلمه sensible دي يا حبايبي معناها عاقل. طيب a sensible person يعني الشخص العاقل. قال لي makes good decisions يعني بياخد قرارات سليمه. طيب نمبر 7 بيقول لي we can a video call to our cousins in England. طبعا ان الفيديو كول بتاخد make a video call. the next بيقول لي a blog is diary. طبعا قلنا البلوج دي مدونة على النت، فبالتالي هقول اونلاين. اونلاين. the next بيقول done photos to people you don't know. طبعا ما تعملش ايه في الصور لناس ما تعرفهاش، المفروض ان انا ما ارسلش صور، يبقى don't send. وانا قلت حبايبي don't بيجي وراها مصدر، وده اسلوب نهي. نمبر 10 بيقول لي ايه a city called مراكش and we went to a museum. طبعا هنا and اللي جاي وراها past simple يعني ماضي بسيط، فاللي هيجي قبلها برضه past simple ماضي بسيط، فلازم اقول we visited. we visited. تعال نشوف يلا المستيكس. بيقول لي where is your father work. طبعا هنا كلمه work يا حبايبي فعل في المصدر، فبالتالي ما ينفعش اجيب قبله am و is و are، بجيب قبله do او does، فبالتالي هقول where does. يعني ليه مثلا ما اقولش do، هقول الفاذر ماله مفرد. خلي بالكوا حبايبي لان في ناس بتتلخبط تفكر ان دي يو، فيقول لي do you، هقول له غلط. يورد صفة ملكية، هنا ما بجيبش على أساس أي حاجة، أنا بجيب على أساس الاسم اللي وراها. الفاذر ده مفرد، فبالتالي جبت داز. نمبر 2 بيقول مصطفى loves playing football but he doesn't like play tennis. قلت لكم حبايبي لاي بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، يبقى برضه هقول but he doesn't like playing tennis. تاني playing tennis مش هقول play.
إذا نيكست بقولي is there any teacher? No there isn't. يا مستر ما هو ده سؤال أهو. طيب ماشي، طب مش في السؤال والنفي بجيب اني؟ هقول لك ايوه، بس احنا قلنا لازم ابص على الاسم الاول. التيتشر هنا حبايبي اسم مفرد مش جمع ولا لا يعد، فبالتالي بحط قبله ا او ان. فاذا هقول is there a teacher؟ ليه a teacher؟ عشان التي ساكن. طيب تعال نشوف نمبر 4، بيقولي can you see Kamal's and Amir classroom it's on. طيب انا قلت حبايبي اذا كان في اسمين فابص له في اسم الملكيه، يا اما تيجي في الاثنين يا اما تيجي في الاخير، يعني تبقى اميرز، اميرز بالمنظر ده. طبعا لو بصينا هنا لموضوع الباراجراف هلاقيه بيكلم لي عن a holiday you had. a holiday you had يعني اجازه انت عملتها. انا قلت يا حبايبي لما اجي اتكلم عن الاجازه او لما اجي اتكلم عن موضوع الباراجراف لازم اشوف الاول topic sentence، يعني جمله الموضوع اللي انا هكتب عنها. طبعا holiday بمعنى اجازه. طب عشان اكتب جمله موضوع فتبقى جمله جميله كده وتبين للناس انا هكتب عن ايه. وقلت يا حبايبي في اول سطر لازم اسيب indent، يعني لازم اسيب فراغ كده في الاول، طبعا ما اخدش خط ولكن هبين لك مساحه الفراغ اللي انا بسيبها وابدا اكتب التوبيك بتاعتي، يعني جمله الموضوع بتاعتي. طبعا هقول all people يعني كل الناس، like بتحب holidays بتحب الاجازات. طبعا هكمل واقول holidays. قلت يا حبايبي خلي بالك، خلي بالي من ايه يا مستر؟ لما انهي جمله لازم احط في الستوب وبعدين ابدا بكابيتال لتر، يعني حرف كابيتال، اوعى تبدا بحرف سمول طالما هتبدا جمله جديده. ار امبورتنت يعني مهمه جدا، فور اس اور تو اس يعني مهمه لينا. هنا لازم اذكر اهميه الاجازات فهقول they help us to relax، يعني بتساعدنا ان احنا نسترخي او نستريح. يبقى انا كده اتكلمت عن الموضوع بشكل عام، هبدا بقى اخش على موضوعي انا وهي الاجازه اللي انا قضيتها. فهبدا اقول I like holidays very much. هبدا اقول last holiday I went to the zoo، يعني الاجازه اللي فاتت انا رحت حديقه الحيوان. خلي بالك في نهايه كل جمله بحط في الاسطوبة هو ابدا ب capital letter I went with my friends، يعني انا رحت مع اصدقائي. we went by bus يعني احنا رحنا بالاتوبيس. we start يعني احنا بدأنا our journey يعني الرحلة بتاعتنا at 7 الساعة 7. we reached يعني احنا وصلنا أذازو حديقة الحيوان at 9. we bought tickets، هبدأ أقول إن احنا اشترينا التذاكر وبعد كده أقول دخلنا الحديقة we entered the زو دخلنا الحديقة. هبدأ أقول الحاجات اللي احنا شفناها أو عملناها في الحديقة، يبقى we watched many animals there، يعني شاهدنا حيوانات كتير هناك. طبعا هنا ممكن اكتب جمل كتير جدا عن الحيوانات اللي احنا شفناها، هقول بقى we saw the lion يعني احنا شفنا الاسد، we saw the elephant شفنا الفيل، it's very big، وابدا ادي اوصافه، يعني جمل كتير هنا ممكن افتح لنفس المجال ان انا اكتبها. طبعا ممكن اقول we had lunch there، احنا تناولنا الغداء هناك. we enjoyed our، معلش بس عشان مش هيكمل، selves يعني احنا استمتعنا باوقاتنا. it was
A nice day يعني كان يوم جميل جدا. وبكده يبقى الباراجراف بتاعي وحدة وحدة وكلها بتتكلم عن نفس الشيء. سيبت اندنت، بدأت بتوبك سنتنس، جملة عامة بتكلم فيها عن الموضوع، وخلي بالك في نهاية كل جملة بحط فول ستوب، وبعد الفول ستوب ببدأ بكابيتال ليتر عشان المصحح يعرف ان انا بعرف اكتب باراجراف مثالي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش فعلت الجرس بسرعة فعل الجرس، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك يلا، وقول لزمايلك كلهم انهم يشتركوا عشان يوصلكوا كل الامتحانات اللي جاية ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.